هذا السائل حفظكم الله عزيز يقول: هل صلاة المريض سنة أو واجب، وما الدليل في ذلك؟ صلاة المريض فرض، لكنه يصلي على حسب حاله، الصلاة ما تسقط عن المريض، يصلي على حسب حاله. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي رواية فإن لم يستطع يعني على جنب فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل إيماءه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع. هكذا جاءت السنة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة المريض. أما أنه يترك الصلاة حجة أنه مريض، ما دام عقله باقيا فلا تسقط عنه الصلاة، ولكن يصليها على حسب استطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.